قبل ما نباشر بفقرتنا المقبلة من المحتوى، لابد من تذكيركم بمتابعتنا على منصاتنا التواصلية المختلفة ومشاركة أصدقائكم بالمضامين اللي رح تهمكم من محتوانا. حالياً عم بحمل بإيدي درع من يوتيوب 1,000,000 مشاهدة. هذا الدرع مش لإلي، شوفوا هالفيديو وبعد ما نرجع رح تتعرفوا على صاحبه. توك توك توك، من الباب. مرحبا، كيف حالك؟ من أنت؟ أنا عصفورة. يعتبر يوتيوب من أقوى المنصات الإعلامية اللي بيعتبرها منصة لنجوم السوشيال ميديا لعرض مواهبهن أفكارهن لجمهور واسع. من إن سمعة طفل للداوي عمره 7 سنوات حصل على الدرع الذهبي من يوتيوب بعد ما بلغ عدد المشاهدات في قناته 750,000,000 مشاهدة. أكيد هن صاروا أكثر حتى حاليا، وعدد مشتركي قناته تجاوز 1,800,000. معنا يوسف أبو مرسي وسمعة أيضا اليوتيوبر، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك. يعني فيديو معانا درع ذهبي من يوتيوب، ومن هون بدي أبلش مع سمعة قبلك يا يوسف لو سمحت لي. سمعة كيفك؟ نعم. بدي تحكي لنا وتحكي لكل المشاهدين اللي عم بيشوفوك كيف بلشت مع اليوتيوب، يعني بعدك 7 سنين وصار عندك درع يوتيوب ذهبي. كنت أمثل معي يا دودي، والولاد حبوني كتير كتير وصاروا يسألوا عني وقررنا نفتح قناة. هذا الحكي وينتا قبل قديش؟ سنة سنتين؟ قبل سنة. قبل سنة تقريبا. لما فتحت القناة ايش اول فيديو عملته؟ اول فيديو عملته هو انه بساعد الناس، والناس اللي بساعدهم هو بيكونوا بدهم مساعدة وانا بساعدهم. انا بدي اسألك على شعور اول 1,000,000 مشاهدة. بتذكر اي فيديو جاب عندك اول 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب؟ بتذكر. شو؟ رابع فيديو. هو رابع فيديو، ورابع فيديو هو انه من نوع مع العائلة على الحرش، بالحرش بيكون من فرح بتكب على المرجيحة رمل، واحنا منعنا ونعلمها انه ممنوع تكب على المرجيحة رمل. وعلمت الناس كمان اشياء بالفيديو كيف يتصرفوا كمان بالاحراش؟ وعلمت شو كمان غير ما يحطوش على المراجيح والالعاب رمل؟ انه ممنوع نشاغب وممنوع نضرب وكمان ممنوع نتشعبط. سمع اليوم كيف وضعك بالمدرسة؟ أنت بأي صف؟ تاني. أنت بصف تاني، ولاد صفك بتابعوك على اليوتيوب؟ معلمينك بتابعوك؟ عم بيشوفوك؟ أوه بتابعوني. صار في تعامل مختلف معك بالمدرسة إنك نجم يوتيوب اليوم؟ كلهم بيلعبوا معاي. وين توصلك الدرع الذهبي؟ زمان. قديش صلكوا حاصلين على الدرع؟ هو بوصل بيتأخر لما بيوصل، بس يعني وصلنا بعد 1,500,000 قبل شهرين وصل، لانه يوتيوب بفحص كل المشاهدات والمشتركين اذا هم حقيقيين ولا. تعرف بالحصول على درع ذهبي من يوتيوب شو يعني حصلت على شو؟ طلع هو درع ذهبي بس يعني كجائزه، ما فيش له مثلا او تقديري، ما فيش له مثلا اي جانب مادي، كله معنويا طبعا. هو بيختلف عن المنصات الثانيه، لانه في هنا عندك يعني بعد ما توصل عدد معين من المشتركين بتحصل على جائزه، فهذا بحفز انك تنتج اكثر. فاحنا هلا بنشتغل بكل طاقتنا عشان نحصل على الدرع تبع يعني معانا يمكن 40 ثانيه بس بهمني اعرف التوازن بين المدرسه، لانه كمان عامل مهم، وبين الانتاج على اليوتيوب اللي ممكن يسرقه ان صح التعبير. سمعة بيصور يومين في الجمعه وانا اللي بصوره، يعني كمان بنكون مع بعض كعائله، وكمان بنصور حلقات مفيده للاطفال وحلقات ممتعه للاطفال. سمعة شو رايك تصير تقدم المحتوى معي؟ جعبالك؟ هيك تعمل لي ملايين المشاهدات؟ جعبالك. رح أتابعك دائما. شكرا جزيلا يوسف، يحميلكوا إياه. تسلم.